لك على مباراة بيراميدز، شفنا مشاكل يمكن دفاعية شوية في مباراة الأهلي، شايف المنطقة الدفاعية بتاعتنا ازاي؟ بصي خلينا يعني انا دايما بتكلم من يعني كمدرب شايف الحلول ازاي. انا شايف مباراة بيراميدز هم سيطروا عشان يستحوذوا، عشان احنا سيبنا لهم الاستحواذ، عملنا كده وسيبنا الكورة لبيراميدز، وهم عندهم الحلول، عندهم الحلول في كل مواقف اللعبة في الملعب، وكل لعيبتهم عندهم حلول لان هم سكواد يخض. فانت النهارده لو سيبنا الموضوع ده للنادي الاهلي، النادي الاهلي اقوى من بيراميدز شويه. بمعنى ايه؟ بيراميدز ممكن يستحوذ شويه بس ممكن يروح على الجون 10 مرات يجيب جونين، النادي الاهلي يروح 10 يجيب 9. فدي بتبقى مشكله للفرقه اللي انت بتلعبيها. صحيح. فاحنا النهارده لو سيبنا الاستحواذ للنادي الاهلي هتبقى عندنا مشاكل جامده جدا في الديفنس. لكن طول ما انت بتستحوذي على الكوره في نص الملعب، الناس بتبقى شايفه ان لا، طب احنا ممكن نلعب بقى الطويله، ممكن يا جماعه اللعب ده بيريح خط الظهر خالص، بيريح الديفنس، بيقلل الضغط، خليهم يقفوا ياخدوا نفسهم، فبحيث ان انت في كل كوره مشتركه احنا بنبقى افضل لان انت واقفه على رجلك واخده نفسك. طيب. فالموضوع بيبقى سهل. طيب. لكن لو احنا فضلنا ندي الكوره للنادي الاهلي ونجري وراهم هيبقى الموضوع صعب. طيب. يعني انا دايما بقولها للاعيبتي، طول ما الكوره في نص ملعب الفرقه الثانيه انا في امان. طول ما الكوره في نص ملعبي بتعتمدي على حاجتين. طيب. يا اما ميزه المنافس وده من اقوى المنافسين، يا اما خطا فردي وده هيحصل لو الكره اتكررت. يعني لو حسام مثلا والمسلوسي راح لهم 20 كوره لعبوا 19 صح، غلطوا في واحده انت اتغلبت الماتش. لكن لو راح لهم 5 كور خدوا 5 من 5 العلامه الكامله، فدي بتبقى ميزه جامده.